اهلا بيكم ومرحبا في حلقه جديده من برنامجكم طبخه ونص. النهارده هنعمل مع بعض الريش الضاني باني. طبعا الريش الضاني لما بتعمل البانيه بتتغطى بالبيض وبقسماط، فببقاش عارف بالظبط العظم فين، اللهم الا الدراع بتاع الريش. حاجه ثانيه خالص غير مشوي، لأنها تبقى قدامي وعارف عظمها فين وشايفها وكل حاجه. فعشان كده عايز اتاكد ان ما فيهاش عظم يضايقني وانا باكلها وما بقاش شايفه وتعمل لي مشكله. يبقى هنمسك الريشه زي كده مثلا، هنلاقي دي الريشه بتاعتها، قطعينها عشان ما تبقاش طويله قوي، وبعدين في حته العظمه اللي بتبقى جايه من السباين من ورا من الظهر، اللي هي الريشه بتبقى عباره عن حته من القفص الصدري. اوكي، فهنشيل شويه العظم الزياده دول اللي مش هتشوفهم جوه البانيه ويضايقوك. هنعمل كده وما تضايقوش، يعني ايه لو اللحمه لقيتوها صغرت شويه، هي ما صغرتش اكشولي، هي بس شلنا منها شويه العظم اللي هي هيضايقوني. يبقى كده لما انا ماسك الريشه من هنا باكل لحم بس. اوكي، هنشيل بقى كده. نعمل برضو لو في واحدة تانية فيها نفس الكلام، ادي جميلة قوي. اوكي، دي برضو ايه، هنشيل حتة العظم الصغنانة دي. اوكي، نعمل كده. اوكي، ونشيل الحتة دي. وبالطريقة دي هنبقى عندنا حتة لحمة ما فيهاش غير حتة الدراع الريشة، يعني اللي هو بيبقى ريبز. تمام. طيب اوكي، جميل. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب نايلون ونحط اللحمه فيه وندقها دقه صغيره. عقبال ما نعمل الكلام ده كله نحط الزيت على النار عشان ايه، يعني يبتدي يسخن شويه ما يضايقنيش لما اجي احط الحاجه فيه، يبقى سخن ولطيف ومستعد للشغل. كده مثلا هبتدي ارص اللحمه بتاعتي كده كده اهو. اوكي، ونقفل عليها زي ما تعودنا كده، ونبتدي نضربها شويه. طبعا خلي بالنا ان في عظمه، فلما هندق مش هتبقى ايه، اوكي، هتبقى بالمنظر ده. نشيلها بقى ونحط غيرها اهي. النونه دي ناخدها برضو بالمره عشان ما تتعلش، مش منها صغيره يعني هنسيبها. اوكي، كلام جميل. طيب نتخلص من هذا ونبتدي نعمل ايه، البيض والبقسماط بتاعنا. هنا بقى هنعمل البيض والبقسماط مش زي البانيه العادي. يعني هنعمل ايه؟ يعني هنحط معاه ثوم بودره، وهنحط معاه جنزبيل بودره، وهنحط معاه بابريكا مع البيض وشويه مستردة ملح وفلفل، ونضرب الكلام ده مع بعض. كما تعودنا بنعمل الكلام ده على ورقه زبده او اي ورقه عندكم ان شاء الله، حتى يعني ورق جرايد مفيش مشكلة خالص. ونحط الدقيق. اوكي، وهنحط البقسماط الناحية التانية. اوكي، وهنضرب بقى البيض بتاعنا بالحدوتة اللي قلنا عليها دي. ناخد شوكة ونبتدي نضرب البيض كده، ونحط عليه الحدوتة اللي اتكلمنا فيها. اوكي، جميل كده. اوكي، ما نزودش قوي من الثوم علشان يعني مش هتبقى احلى حاجه. جنزبيل مفيش مشكله، حلو جنزبيل قوي، ريحته بتمشي وطعمه بيمشي مع الضاني قوي. الضاني يحب الحاجه اللي تكون فيها سنه حرقان، ما
بتبقى لطيفه قوي. جنزبيل فيه يعني شعره كده من الحرقان وشويه مستردة حلوين. اوكي نضرب الكلام ده مع بعضه، وبعدين طبعا هنضطر نحطه في بوله اكبر شويه علشان يبقى بيساعدني وانا بغمس فيه اللحمه، ولو ان اللحمه صغيره لكن برضو يفضل. عايز اقول لكم حاجه، ان البيض لو لقيتوه تقيل قوي ويعني يتحمل ان هو ياخد شويه ميه صغيره شويه معلقه لبن ممكن تعمله كده. انا شايفه معقول قوي مش مشاكل. خلونا بقى ايه نشيل الكلام ده على جنب كده علشان ايه نروق الدنيا ونشتغل على راحتنا. اوكي نجيب بوله بقى اكبر شويتين ثلاثه كده، خلينا نجيب بوله كده اكبر شويتين ثلاثه نحط فيها ده ونرفع دي. خلاص مش عايزينها كده، حلو. يلا نبتدي بقى زي ما تعودنا برضو. ادي ايه الدقيق. اوكي مش عايز بقى ايه انا الدقيق يبقى عالي قوي، فبنعمل كده اهو وننفضه كده. هننفضها من الدقيق ونمسكها من العظمه دي كده بالراحه ونحطها في البيض، نغمسها في البيض كده لطيف كويس. اوكي وبعدين نشيل البيض الزياده ونحطها في البقسماط. هنعمل كده ونحرك البقسماط عليها وبالراحه كده ايه. اوكي وممكن على فكره حته العظمه ما تعملوهاش بالبقسماط، فتبقى باينه العظمه صريحه علشان الناس ما تتعبش. اهي لطيفه قوي قوي. خليها هنا على جنبنا كده اهو مستريحه. ناخد واحده تانية برضو. ادي الدقيق نشيل زيادات كده نحطها هنا. متهيألي احنا كده ايه يعني نعمل ده كفايه كده، ده احنا شفنا الطريقه وعرفنا كل حاجه. ونبتدي نقلي الزيت. عندي اهو الحمد لله بدا يسخن، مش عايزه حامي قوي. علشان ليه بقى مش عايزه حامي قوي؟ لما بيحمى الزيت قوي يبتدي البقسماط على طول يحمر، واللحمه تحس ان اللحمه لا مش مش لا مش مظبوط لسه نايه شويه. اوكي فمش عايزه حامي قوي، انا عايز زيت على حراره متوسطه. اوكي علشان البقسماط بتاعي عقبال ما لونه يحمر تكون اللحمه استوت. كده اهو جميل قوي. خلاص نسيبه بقى يعمل كده مع بعضه ونشيل الدنيا دي ونشيل ده. اوكي يبقى احنا ايه مطبخنا نظيف مفيش مشاكل، ونغسل ايدينا. طبعا البيض والبقسماط في الايد محتاج شويه غسيل حلوين علشان نبقى كده نضاف. والهايجين ايه الهايجين ده يا جماعه؟ الهايجين ده اللي هو علم الوقايه الصحيه والنظافه الشخصيه. انتوا عارفين طبعا البيض من اكتر الحاجات اللي يعني تلم عليها البكتيريا والكلام ده، فلازم الواحد اللي يعمل حاجه بالبيض يغسل ايديه كويس قوي. نجيب التونج الحشيد عليه. اوكي نبتدي نقلب. اللون الذهبي اللطيف ده مش عايزه لون بني، هو اللون الذهبي اللطيف ده. اوكي ونستعد بقى ان احنا نطلعها على مناديل ورق. ليه؟ علشان ناخد الزياده بتاعت الزيت نمصها الورق وبعدين نشوف هنقدمها مع مكرونه. هتقدم جنب
المكرونة. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى هنجيب مصفى مكرونة مسلوقة، عايز اسخنها. طب هسخنها ازاي؟ هنحط مصفى كده نحط فيها المكرونة كده اهو، اوكي، وبعدين انزل عليها بالمية المغلية علشان اسخنها وتبتدي انها ايه تفك من بعضها. اوكي زي ما انتم شايفين كده بتفك من بعضها اهي، خلاص فكت اهي زي ما انتم شايفين. اوكي نحطها بقى ايه في بولة على قدها، استنى عليها شوية بلاش دوشة. اوكي اهي، اوكي، ونشيل الكلام ده بقى خلاص مش عايزين دي، نحطها في الحوض بتاعنا. واللحمة دي خلاص يعني هنعملها مرة تانية ان شاء الله، خليها هنا. اوكي طيب كده انا جاهز اطلع الحاجة، جاهز على مناديل ورقة اهي. نشيل بقى اللي من على النار كده ونطفي الدنيا دي. اوكي طيب كده هي على المناديل ورق، ضغطه خفيفه كده مش قوي قوي عشان ما تتفتتش مني كده اهو، كده اهو، وابقى انا مستعد اقدم. احنا دايما بنقول لما نيجي يا جماعه ان نشوي لحمة أو نحمرها لازم يبقى السوى مش عالي لدرجة إن اللحمة تفقد كل الغذاء اللي فيها وتتحول إلى شوية فبر. أوكي؟ فهنحط الطبق بتاعنا اللي هنغرف فيه كده أهو، كده أهو، اوكي على جنب كده. اوكي المكرونه بمثلا كده، اوكي، وننزلها. زيادة كده. اوكي. هنحط على المكرونة جبنة مبشورة. شوية حلوين كده. اوكي. وقليل من البقدونس. ونعمل هنا كده ملعقة مستردة سنة بابريكا صغيرة تدي لون لطيف بس كده. وبالطريقة دي بنقدم الطبق بتاعنا وبنقول لكم بالهنا والشفا يا جماعة. جربوها هتعجبكم قوي، لحمة طرية ولطيفة وغذائية جدا، والمكرونه خفيفه لان مش معمول فيها صلص جامد ولا حاجه. انا عندي لحمه ضاني واللحمه معموله في الزيت ومعاها البيض والكلام دي، معايا بروتين جامد جدا ومعايا دهون، مش محتاج بقى اعمل صلصه جامده مع الطماطم. بالف هنا وشفا ونشوفكم بعد الفاصل، خليكم معانا. Thank you.
اهلا بيكم في الجزء الثاني من الحلقه بتاعتنا. احنا الجزء الاولاني عملنا فيه ريش داني باني، وخليناها على قدر الامكان من العظم ما عدا حته الريشه، الصباع اللي نسي منه الريشه. ولما جينا نعملها باني تبلنا البيض بشويه زياده بقى، حطينا له شويه ثوم مفري او ثوم بودره، وحطينا له بابريكا، وحطينا له جنزبيل بودره، اوكي، مع شويه ملح صغيرين وفلفل صغيرين قوي 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 عشان هنحط مستردة، فكل ده فيه املاح وكده، حتى يمكن ما تحطوش ملح، ونعمله بالبيض والبقسماط، وقبلها في دقيق كده ونفرده من دقيق كويس، وبعدين شويه البيض وشويه البقسماط، ونقليه على نار حاميه متوسطه، مش حاميه قوي علشان نتاكد ان عقبال ما البقسماط يحمر تكون اللحمه استوت. اوكي، طب اتبقى معانا شويه هنعمل فيهم ايه؟ هناخدهم من الثلاجه اللي ما اتاكلوش امبارح المفروض اهم، وهنشوف هنعمل فيهم ايه. زي ما هم كده طالعين من الثلاجه بردين لطاف، هناخدها كده. بصوا بقى حسب ما انتوا عايزين، بس انا افضل ان انا اخدها زي ما هي كده، واسيب ريشتها زي ما هي كده، وابتدي ارصها في حاجه، وانا بعمل الرص وبتاع والكلام والحدوته دي خليني اسخن الشوايه بتاعتي و ايه اشوي شويه توماتو كده لطيف، اوكي، واشوي معاهم شويه بصل، اوكي. يبقى علشان الشوي بتاعي يطلع مظبوط ولطيف هحط سنه زيت صغيره قوي، اوكي، وافردها بالفرش، تمام، صغيره قوي. شوف صغير 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 كده بس كده، افرد بالفرشه كده، ها، وايه ده، كلام جميل قوي. اوكي، نسيبها بقى ايه على نار حاميه بقى تتشوي، وفي الاثناء اللي هي بتتشوي فيها نبتدي انا اوضب لحمتي وارصها وبتاع القصه دي كلها. تعالوا نشوف مع بعض خطواتنا ايه. طيب معانا اللحمه اللي هي طلعتها من الثلاجه اللي هي ريش داني البانيه، معايا فلفل حامي، ومعايا جبنه جوده، ومعايا فلفل احمر حلو، هنقطعه كده اهو كده اهو، هنعمل كده ونشيل الحدوته اللي فيها البذر دي، تك نشيلها كده ونخليها من بذرها تماما، اوكي، وبعدين نقطعها سلايسز صغيرة كده، نشيل بقى زي ما تعودنا كده، ها، مش احنا قلنا كده كتير، نشيل ده اهو اللي انتوا شايفينه معايا ده الزايد ده، اوكي، الحتة البيضة اللي مش لطيفة دي كده اهو، ما تزعلوش لو اتاخد حتة من اللحم بتاع الفلفل، يعني مش قضية، حتة نونة قوي مش هتعمل مشاكل، اوكي كده اهو، خلي الحلاوة دي على جنب كده. يلا وتعالوا نقطع ده كده اهو، سامع اصوات، اتس جود، اوكي، امشي امشي. طب امشي. اوكي. كفاية. حط عليهم شوية فلفل حامي. لمن اراد، واللي ما ارادش بلاش. انا بحبها كده. شوية فلفل حامي. اوكي. رشة بقدونس عشان ما نزعلش. يلا. كده شوية شوية مع بعض كده. مش كتير قوي. اكد بس ان كله ايه رفيع رفيع. كويس قوي. وهعمل ايه بقى؟ هجيب صينيه فرن بايركس اللي انتوا تحبوه،
تشتغلوا بيه، بس ايه المفروض انا اكون يعني عامل حسابي ان الحاجه اللي تخش الفرن ما تلزقش، اوكي، وتستحمل حراره الفرن بس مش اكتر من كده، لان في نوع من الازاز ما بينفعش يخش الفرن. هدهن شويه زيت صغيره قوي قوي، ما تنسوش ان هي اللحمه اساسا فيها زيت. هنعمل كده، نهز بيها الزيتين ونمسح ده كده. جميل جمال، اوكي، ونرص اللحمه بتاعتنا كده اهو كده كده، تمام. تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى. هناخد الخلطه اللطيفه دي ونحطها عليها. ما تزعلوش من الوقع، انا عايزه كده، ممكن يبقى فيها ايه، يعمل لي صوص لطيف بعد اذا حبيته يعني. يلا اوي ريدي. طيب، وهجيب جبنه جوده، وهنقول ليه جوده، علشان الجبنه الجوده مش اعلان والله، بس الجبنه الجوده بتسيح وما بتقفش لما بتبرد، والشيدر احسن طبعا. اوكي، هنقطع حتت على قدها، اوكي، نحطها كده كده كده، وناخد حته كمان على قد الحته اللي فاضله، ماشي ده. وبعدين هجيب شويه بارميزان، واللي مش عايز بارميزان او ما عندوش بارميزان يبقى رومي بطارخ، يعني رومي قديم ومفروق ومعموله بالمبشره، اوكي كده، ونحطها كده، اوكي كده اهو، اوكي. انا كده ايه لايك جاهز، هدخل الكلام ده الفرن، والكلام ده عبال ما ياخد لون حلو ونقدمه مع بعض، اوكي. خلينا نحطه من فوق احسن، علشان انا مش عايز يقعد كتير، كل حاجه مستويه، انا بتكلم في دقيقتين، اوكي. دقيقتين دول بقى نعمل فيهم ايه، نخلي بالنا من على النار ده، نقوم قلبينه كده اللون اللطيف ده، اوكي. مش مطلوب انه ده يستوي، لا، مطلوب ان هو يحمر يسخن ويخش له شويه، مش هقول سوى، لكن شويه مويسترينج، شويه طراوه، اوكي. خصوصا البصل، البصل لما بيبقى مشوي وهو حتى لسه يعني بيقرش بيبقى لطيف قوي. يا ولد، اوكي، طبعا المحدوده محتاج شويه نار ايه حاميه حبتين، اوكي. عايز اقول لكم حاجه بقى بالمناسبه، شوف اللي على النار، عايز اقول لكم حاجه بالمناسبه، لما تروحوا تشتروا فراخ، بط، اي حاجه مجمده من اي محل او اي سوبر ماركت، الحاجه المجمده دي بتبقى جايه من ثلاجات التجميد المصانع بتاعتها، في عربيات ثلاجات فريزنج على درجه حراره ماينس 22، يعني 22 او 21 تحت الصفر، اوكي. المفروض توصل بنفس درجه الحراره وتتاخد، تتحط في ثلاجاتنا او في الديب فريز بتاعتنا على نفس درجه الحراره. لو درجة الحرارة اتغيرت وعليت عن 22 تحت الصفر، بقت 18، بقت 16، بقت 4، 1، كلام من ده، هتظل انت في رأيك انها مجمدة، لكن الحقيقة انها فقدت حرارة التجميد بتاعتها اللي تحافظ عليها من ان البكتيريا تنشط. مهم قوي ده، مهم قوي ده. فلما تروح تشتري حاجة، زي انا حصل لي الكلام ده من يومين ثلاثة كده، كنت في سوبر ماركت كبير قوي، وبعدين
عايز اجيب فرخه مجمده كبيره، فبصيت لقيت فرخه فيها سنه طراوه، عرفت ان الثلاجات دي مش مظبوطه. بصيت على درجه حراره الثلاجه لقيتها ماينس واحد، يبقى معنى كده ان الحاجه دي بدات تسيح وتتجمد تاني، وده معناه ان البكتيريا اشتغلت فيها الله ينور، وده معناه برضو ان ممكن لا قدر الله تعمل سلمونيلا، وده شيء خطير جدا ويعمل مرض ربنا يعني يعافينا منه. فارجوكوا خلوا بالكوا وانتوا بتشتروا حاجه مجمده ان مفيش تلج حوالين الفريزر او الثلاجه، مش عامله تلج حواليها، لانه بيمنع الحراره او البروده يعني، وفي نفس الوقت تبصوا على درجه الحراره بتاعتها. واوعوا تشتروا حاجه مجمده فيها جزء طري، نيفر، استحاله، اوعوا تعملوا كده. خلاص انا كده جاهز يا جماعه، هنقفل ده خلاص اوكي، واحضر طبق الغرف بتاعي. يبقى هنشيل الحدوته دي ونحضر طبق الغرف بتاعي. اوكي طلع بقى الايه حاجه من هنا، شفتوا خد هي بتاع دقيقتين ثلاثه لطيفه كده اوكي. هبتدي اخدها ارصها كده ومش مانع برضو يعني ان احنا ايه شويه الحاجات اللي واقعه دي نبقى ناخدها وهنشوف. خلاص ده بقى خلص كده جميل جميل، ننزله بقى كده او على قد ما الطبق يعني ايه يسمح لنا، ناخده بالراحه كده ننزله اوكي. الخضار اللطيف المشوي ده بيبقى حلو قوي 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 مع المشويات عامه اوكي. اديله فرصه كده عشان ما يقفلش على اللحمه اوكي. ممكن ناخد ده بقى كمان كده ما يزعلناش ننزله كده معاهم، هيدي لون لطيف عشان الخضار اللي فيه اوكي. ونشيل الكلام ده خلاص. سنة بقدونس لطيفة اوكي، ونبتدي ايه يلا نقدم طبقنا وكأنه جديد تماما بالهنا والشفا. وان شاء الله نتقابل في حلقة جديدة على خير، ونقول لكم بالالف الف هنا وشفا، وان شاء الله يكون الحلقة عجبتكم والأكل مشهي مزار ولطيف بألف هنا وشفا. عماد الخشت. Thank you.